فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها تبلغ من العمر 20 عاما، تقول وعلي كفارات يمين لا تعد ولا تحصى، تقول ماذا أصنع بها؟ أفتوني فيها. ما نقدر نفتيها حتى تبين لنا ما هي هذه الأيمان وما أسبابها، وما ما نقدر نفتيها على العموم، لا، لازم تبين هذه الأيمان وعلى أي شيء، ما هي أسبابها. نعم.